عن لمقر النادي الأهلي بالجزيرة من خلال مراسلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي عشان يقول لنا كل الجديد اللي بيتعلق بتدريبات الفريق النهاردة. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، التدريبات أخبارها إيه عندك؟ هل الجميع حاضر النهاردة ولا لسه ممكن خلال تدريبات بكرة يحضر العديد من اللاعبين اللي واخدين راحة إضافية من قبل مستر فايلر؟ طمنا قول لنا كل الكواليس اللي عندك. لا لسه أمير، يعني سبب طول عدد لاعبي الأهلي لم يكتمل في مجموعة، لسه اللي واخدين راحة بإذن الله مستر ريني فايلر. النهاردة الجهاز الفني كان استعان ببعض اللاعبين من فريق القطاع الناشئين بالنادي الاهلي، طبعا موجود حمد علاء حارس مرمى الفيوان اللي كان النهارده بيؤدي المران مع الفريق الاول. نقدر نقول المران الامير ابتدى في تمام الساعه الرابعه، مستر توماس خطة الاحمال في النادي الاهلي خد الجزء الاخضر والشق الاخضر من المران النهارده، طبعا في ظل غياب لعيبه المنتخب الاولمبي واللعيبه اللي في فتره الراحه، ف معظم الامور اللي الفريق بيشتغل عليها بتبقى على النواحي البدنيه بس. يعني النهارده محمد محمود الفني ومحمد عبد المنعم شافوا بالجري الخفيف حول الملعب. محمد عبد المنعم يعني لمشاركته بالامس مع فريق الشباب امام فريق المصري في دوري الجمهوريه المباراه اللي فاز فيها النادي الاهلي على النادي المصري 7-3، شاف بالجري مع محمود متولي. محمود متولي خلاص في المرحله الاخيره، يعني خلال هذا الاسبوع ان شاء الله يكون متواجد مع اللاعبين في المران الجماعي. بعد الجزء البدني امير اشتغل مستر ديفيد سيسا ومستر فايلر مع اللاعبين في تقسيمه، كان الهدف منها طبعا بعد التركيز على اللعب في اللمسه واحده في المساحات الضيقه، برضه استغلال الكرات العاليه من اللاعبين والعمل على برضه الامور اللي احنا بنقول عليها اللي هو التسديد من وضع الشباب ووضع الحركه وتحاول التحرك من اللاعبين التحرك بدون كوره، والتركيز برضو ان انا اشتغل على القدمين، القدم اليمنى والقدم اليسرى. نقدر نقول يا امير ان شاء الله مع اكتمال عناصر الفريق ان شاء الله قبل خلاص قبل السفر للمعسكر اللي هيقام في الامارات، الفريق ان شاء الله خلال الايام القادمه يكون ثمن عناصر الفريق. لكن من الامور المهمه يا امير، يعني رغم ان حاله التوقف او فتره التوقف، لكن في حاله من الجديه عند اللعيبه كويس اداء التمارين، تشوف الجديه على اللاعبين والعناصر الخبره الموجوده في النادي الاهلي، وليد سليمان، حسام عاشور، لعيبه ورامي ربيعه، اللي في حاله من الجديه، حاله من التركيز على الرغم من فتره التوقف الطويله اللي احنا نبقى موجودين فيها، لكن في جديه في تركيز من لعيبه النادي الاهلي لمواصفه المشوار ومواصفه الاداء الجيد في الفتره الاخيره. زي ما انت عارف يا امير، والبعض الجماهير بيبقى متخوف شويه من فتره الايقاف والتوقف اثر، لكن انا يعني بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله لا، نفس الجديه اللي موجوده على وجوه اللاعبين، نفس حاله التركيز اللي موجوده من الجهاز الفني، كل الامور لا تطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. ويبقى معسكر يعني ان شاء الله بقى ايضا المعسكر الامارات ان شاء الله يكون اضافه ويكون في شغل ان شاء الله نشوفه في الفتره القادمه ان شاء الله نكون عقب استئناف الدوري المصري باذن الله يا فاروق. طيب عايز اسالك سؤال، هل بالنسبه للمعسكر بالتحديد هل هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين الناشئين بالنادي الاهلي ولا لسه ما تمش الاستقرار على هذه الجزئيه؟ قد يا امير قد يكون هناك الاستعانه ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين في فتره المعسكر، لكن حتى الان لم يحسم هذا الامر، لكن هو امر مطروح ان من ممكن نشوف بعض اللاعبين من فريق الشباب من فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لان يعني في هذا الكلام بيتردد، واعتقد بنسبه كبيره يا امير انا اكد لك ان هو ان شاء الله يكون موجود لعيبه من الفريق الناشئين فرق الشباب في النادي الاهلي يكونوا موجودين، طبعا الى جانب موجود عرب بدر وموجود محمد عبد المنعم. النهارده كان موجود حمد علاء حارس مرمى فريق ال 2001 في النادي الاهلي، فقد يكون يا امير باذن الله ان شاء الله وجود لعيبه من الناشئين، لان مستر ريني فايلر والجهاز الفني بيدي اهتمام للاعبين لقطاع الناشئين في الفتره الاخيره، يعني بحكم متابعتنا لمباريات الناشئين يا امير زي ما انت عارف، مستر شعيب بيبقى موجود في المباريات بيعمل تقارير، يعني كل لقاء بيعمل تقارير بيقدمه لمستر ريني فايلر عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ابرز ايجابيات اللاعبين، اهم اللاعبين
اللاعبين الموجودين في كل المراكز اللي ممكن يكونوا على رادار الفريق الاول في الفتره القادمه. بيبقى متواجد مستشفيات في اللقاءات بصفه مستمره، خاصه لقاءات فريق ال 99 ال 2001 ال 2000، وتقديم تقارير علشان يكون في دعم من قطاع الناشئين للفريق الاول. ودي الفلسفه والسياسه اللي بيمتهجها الفريق الجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي بقياده مستر ريني فايلر. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، مراسلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، قال لنا كل الاخبار